السادسة بتوقيت المملكة، أحييكم وأصحابكم في ساعتين إخباريتين نبدأها بالعناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يلقي غدا كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، ولقاءات مرتقبة على الهامش لبحث مستجدات القضية الفلسطينية. على وقع الاستقالات في حكومة الحرب ومجلسها، الصدع في أروقة الاحتلال السياسية يتعمق وسط ترقب لزيارة عميد الدبلوماسية الأمريكية لتل أبيب. عقب لقاء وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس المصري، بلينكن يدعو بالضغط على حماس لقبول الصفقة، والحركة ترد بضرورة ضغط القيادة الأمريكية على إسرائيل للغاية ذاتها. على أرض غزة أكثر من 37 ألف شهيد منذ بدء الحرب على القطاع، والقطاع الطبي يلفظ أنفاسه الأخيرة مع غياب مقومات الحياة وتلاشي مظاهرها. حالة من الترقب في الأوساط السياسية والإنسانية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة والمزمع عقده غدا. كلمة الأردن يلقيها جلالة الملك عبد الله الثاني في الجلسة الرئيسية، وجلسات على هامش المؤتمر تبحث مستجدات القضية الفلسطينية في عموم الأراضي المحتلة. ووسط التصعيد الإسرائيلي ضد الأرض الحرة وأبنائها، خلافات حاضرة وانشقاقات واستقالات في أوساط حكومة الحرب ومجلسها، وحالة ترقب لمخرجات زيارة بلينكن وما تحمله من تغييرات. وقبيل توجهه إلى تل أبيب وعقب لقائه بالرئيس المصري كذلك، عميد الدبلوماسية الأمريكية يصرح من القاهرة بضرورة الضغط على حماس للقبول بالصفقة المطروحة، فيما الحركة ترد وتؤكد أن الضغط يجب أن يتوجه من واشنطن لتل أبيب مباشرة لرفضها أي مساع لإتمام الهدنة وشروط خارطة الطريق. وعلى أرض غزة مزيد من الشهداء، 37 ألفا على الأقل والمصابون أضعافا، وغياب مقومات الحياة والأمان عن كافة أرجاء القطاع المنكوب. يلقي جلالة الملك عبد الله الثاني غدا الثلاثاء كلمة الأردن خلال الجلسة الرئيسية بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة. ويبدأ المؤتمر الساعة 10:30 صباحا من خلال جلسات مجموعات العمل، حيث سيلقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي كلمة، ثم يلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة، ثم كلمة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث. وفي الساعة 1:30 ظهرا تبدأ الجلسة الرئيسية بكلمة جلالة الملك، ثم كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ثم كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. هذا وبدأت وفود الدول المشاركة في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالوصول إلى المملكة عشية انعقاد المؤتمر في مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت. ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأمم المتحدة والأردن ومصر، وبمشاركة قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، بهدف تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب في جولة شرق أوسطية تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي زيارة بلينكن وسط خلافات وانقسامات حادة تعيشها حكومة الحرب الإسرائيلية، خصوصا بعد أن عصفت بها سلسلة استقالات من مجلس الحرب الذي يقود العدوان الإسرائيلي على غزة.
تهتز الصورة في مشهد الحرب على غزة وتسيطر الغشاوة على تفاصيلها، فيما المعنيون بوضع نقاط الحقائق في مكانها يديرون ظهورهم عن مسؤولياتهم ويتبادلون تهم التخلي عنها. تخلٍ تخشى الولايات المتحدة أن يهز أركان قوتها في أرضها وفي الشرق الأوسط، فيطير وزير خارجيتها لمرة عاشرة إلى الأجواء المضطربة في محاولة ربما تنفض غبار يأس راكمه رماد حرب لا تزال نيرانها تستعر منذ 8 شهور. زيارة لديها من أسباب الفشل ما يكفي، نظراً لإعلان مسؤولين إسرائيليين عدة استقالاتهم اعتراضاً على فشل رئيس الحكومة في إدارة الحرب. ولكن الضربة الأقوى جاءت على يد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، على اعتباره الأقرب للغرب المنهك من التستر على بطش يمين الحكومة الإسرائيلية. ليس ذلك فحسب، فوجه الولايات المتحدة يتآكل أمام مناصري غزة، وهم يزدادون يوماً تلو آخر مستنكرين صمت بلادهم على مجازر ذهبت آخرها بأكثر من 200 شهيد دفعة واحدة في مخيم النصيرات. في قربة مثقوبة ينفخ بلينكين وهو يلهث مستجمعاً طاقته لإقناع إسرائيل بالكف عن التلاعب ببلاده قبل التلاعب بالعالم، ففيما سيصل إلى تل أبيب ليقنعها بقبول مشروع قرار الولايات المتحدة في مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار، تعترض الأخيرة وتتهم واشنطن بعدم التحرك لمنع قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من فرض أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالنت. على هذه الأرضية الملغمة بالمعيقات يسير بلينكين نحو هدف وقف إطلاق النار، مؤطراً بمشروع قرار يحاول تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن كرمى لعيون انتخابات يريد الفوز بها. لكن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بلغ نظيرته الأمريكية معارضة القرار، معارضة تستمدها إسرائيل من ألفاظ تضمنها القرار تقول إنها تساويها بحماس، والحق يقال. فالفرق كبير بين من يظن أن ضحاياه هم فقط من سجلهم عداد الحرب الأخيرة مع أنهم تجاوزوا 37,000، وبين من كسر الأسوار يبتغي حرية لا تزال القيود تدمي معصميها منذ 75 عاماً وأكثر. من القدس تنضم إلينا مراسلة المملكة ليالي عيد، أهلا ومرحبا بك معنا ليالي. إذن التصريحات تتصاعد بشكل واضح وتحديدا العدائية لبن غفير وسموتريتش سواء باتجاه المنسحبين من الحكومة أو حتى باتجاه الحرب باتجاه قطاع غزة. ليبرمان أيضا يدخل على الخط فيما يتعلق بهذه الأزمة، كيف تبدو الأوضاع على المستوى السياسي المرتبط بهذه التطورات؟ نعم عبد الله، هناك أزمات متلاحقة على الحكومة الإسرائيلية بالتحديد على نتنياهو. هذه الاستقالات التي كانت قد أعلن عنها بالأمس، 4 استقالات، 3 من المعسكر الوطني أيزنكوت، بيني غانتس وأيضا وزير ثالث، بالإضافة إلى قائد الجيش في عن كتيبة غزة الذي أيضا استقال بعبارة أنه يخجل أن يبقى في هذا المنصب بعد ما حدث في غلاف غزة في 7 أكتوبر. وبالتالي هذه الأزمات المتلاحقة لن تؤدي إلى إضعاف حكومة نتنياهو فعليا، لكن بالتأكيد ستؤدي إلى عزلة سياسية لنتنياهو، بالإضافة لضعف الموقف فيما يتعلق بالعمليات العسكرية. وفعليا هناك تخوف أكبر لدى الولايات المتحدة بعد استقالة غانتس، لأن هو الذي كان يدفع، هو وأيزنكوت اللذان كانا يدفعان بالصفقة المحتملة، وهما اللذان في الصفقة الأولى ضغطا على أن تتم هذه الصفقة حينها، بالإضافة إلى الضغط الذي كان في 10 أكتوبر لمنع تنفيذ أو تصعيد في الجبهة الشمالية. بعد ذلك أصبحت التأثير من قبل الاثنين أقل، وبالتالي هذا على ما يبدو ضغط بشكل كبير بالتحديد على غانتس وأدى إلى الاستقالة، لأن
كما ذكر بات متأكدا أن نتنياهو غير معني بتحقيق النصر أو بتنفيذ أي صفقة محتملة. اليوم هناك كان أيضا احتجاجات من قبل عائلات الأسرى. إحدى هذه الاحتجاجات اقتحمت مكتب وزير المالية سموتريتش خلال جلسة كان يعقدها لتطالب بصفقة بتنفيذ الصفقة ودعم الصفقة، لكن كان رد سموتريتش بأن هذه الصفقة تعتبر انتحار جماعي لإسرائيل وأنها لا يجب أن تتم. وبالتالي الأزمات متلاحقة، يأتي هذا في ظل الوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، حيث ستعقد سلسلة من الجلسات ستبدأ مع رئيس الحكومة نتنياهو، من ثم مع بيني جانتس، أيضا مع الرئيس الإسرائيلي يتسحك هرتسوك، بالإضافة لزعيم المعارضة يائل لبيد وأيضا وزير الجيش يوآف جالنت. لكن تأتي هذه الزيارة في ظل مخاوف أمريكية، حتى أن هناك ضغط أمريكي تتناقله وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن وسائل الإعلام الأجنبية بأن يعني الإدارة بايدن تهدد إسرائيل بأنها في حال لم تتم هذه الصفقة المحتملة ستنفذ إدارة بايدن اتفاق أحادي الجانب مع حركة حماس لاستعادة 5 محتجزين من حملة الجنسيات الأمريكية. هذا يرجح إسرائيليا على أنه ضغط على نتنياهو ليقبل بهذه الصفقة، والمشهد يبقى ضبابي عبد الله حتى انتهاء هذه الزيارة من وزير الخارجية الأمريكي الذي في زيارته هذه سيركز على ملفين هنا في تل أبيب، على ما يتعلق بالصفقة المحتملة والدفع لتنفيذ هذه الصفقة، بالإضافة للمساعدات الإغاثية والإنسانية التي يصر الجانب الأمريكي على أن يتم إدخالها لقطاع غزة. نتحدث فعليا أيضا عن جلسة مرتقبة للكنيست هذه الليلة. هذه الجلسة في حال ستعقد ستكون جلسة حاسمة وستعقد للتصويت على مشروع قانون التجنيد، والذي كانت قد توقعت هيئة البث الرسمية بأن يصوت وزير الجيش جالنت ضد المشروع الذي سيطرح. وبالتالي في حال كان هناك أغلبية تسقط هذا المشروع سيؤدي ذلك إلى خطر آخر على حكومة نتنياهو، بالرغم من أن الأغلبية في الكنيسة 64 مقعد تابع لحزب نتنياهو من أصل 120، ولكن في حال هذا القرار أو مشروع القرار أسقط ستكون هذه الحكومة في خطر، ويرى محللون أنه ربما ستكون هذه أول خطوة التي ستسقط فيما بعد حكومة نتنياهو. أيضا هناك كان بن غفير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يطالب منذ أمس بأن يتم أو أن يصبح أحد أعضاء أو وزراء المجلس الحربي، ولكن يرى محللون بأن ذلك على ما يبدو أنه بعيد وصعب جدا. ربما سيلجأ نتنياهو بالنهاية إلى حل المجلس الحربي لمنع إدخال بن غفير، لأن أصلا المجلس الحربي أنشئ على مقاس من أيزنكوت وكذلك بيني جانتس، وبالتالي عند انسحاب الاثنين ربما سيرى نتنياهو أن المجلس الحربي غير ضروري بأن يستمر في هذه المرحلة. تخبط كبير، احتجاجات ربما أيضا ستكون واسعة في الأيام المقبلة. بدأ يحذر عائلات المحتجزين بأنهم بعد خروج بيني جانتس فقدوا الأمان نوعا ما، وفقدوا الرؤية الواضحة للصفقة المحتملة، وبالتالي بدأوا يهددوا بأنهم سيصعدون في الاحتجاجات في الأيام المقبلة. وبالتالي ربما بعد انتهاء زيارة بلينكن سيتضح المشهد في ظل ما تحدث عنه بن غفير بأريحية تامة خلال مؤتمر بالأمس بأن هذه الصفقة لن تتم حسب ما قال. وبالتالي ربما سيكون هناك تصريحات لنتنياهو أوضح بعد انتهاء هذه الزيارة الأمريكية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من القدس، كنت معنا مراسلة المملكة ليالي عيد.
وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبيل مغادرته القاهرة متجها إلى إسرائيل نداء إلى حكومات المنطقة للضغط على حماس لقبول مقترح الهدنة في غزة. وقال بلينكين لحكومات المنطقة: إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار فاضغطوا على حماس لتقول نعم للصفقة، موضحا أن الغالبية الساحقة في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ترغب في مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون في أمن وسلام. وفي إطار الرد، حث قيادي كبير بحركة حماس الولايات المتحدة على الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة. وقال رئيس الدائرة السياسية في حماس سامي أبو زهري إن الحركة تطالب الإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لوقف الحرب على غزة، وأضاف أن حماس مستعدة للتعامل بشكل إيجابي مع أي مبادرة تضمن إنهاء الحرب. تعيش حكومة الحرب الإسرائيلية حالة من الترقب على مصير حكومة بنيامين نتنياهو بعد سلسلة استقالات من مجلس الحرب الذي شكله نتنياهو مع اندلاع الحرب على قطاع غزة. في أحدث تداعيات الحرب المتواصلة منذ قرابة 9 شهور على قطاع غزة، هبت رياح الاستقالات في دولة الاحتلال الإسرائيلي لترسم ملامح التفكك عقب انسحاب الوزراء بيني جانتس وجادي آيزنكوت وحيلي تروبر من حكومة الطوارئ ودعوتهم لإجراء انتخابات مبكرة. سبقهم إلى الاستقالة قائد فرقة غزة في الجيش العميد أفي روزنفيلد. تطورات حتما ستضع ائتلاف نتنياهو في مأزق استراتيجي، خصوصا مع إصراره على الاستمرار في الحرب. هذه تداعياتها ستكون بثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول أن لا شرعية لنتنياهو حتى رغم وجود حكومة من 64 مقعد في داخل الكنيسة، ولكن لا شرعية حقيقية في الداخل الإسرائيلي في مسألة الاستمرار في الحرب والمسألة الاستمرار في السياسة. والمسألة الثانية لا شرعية دولية، لأن وجود غانتس وإيزنكوت في داخل هذه الحكومة كان يعطي نتنياهو شرعية دولية حتى مع الأمريكي والغرب، باعتبار أن الأمريكي والغرب يعتمدون على دور غانتس وإيزنكوت. وأيضا الانقسامات الداخلية في داخل إسرائيل، لا وحدة وطنية في داخل إسرائيل الآن. حملة استقالات تأتي عشية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، هي التاسعة ضمن جولة إقليمية للترويج لخارطة الطريق الأمريكية لوقف القتال، وتسبق بيوم طلب التصويت في الكنيسة على قانون جديد يجدد إعفاء الحريديم وسط توقعات بتصويت وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ضده، في مؤشر على أن مسلسل الانقسامات لم ينتهي بعد. والآن في المرحلة الحالية أنا في اعتقادي هاي الخطوة الأولى ل يعني حل الحكومة اللي بيقودها نتنياهو، لأنه في عدم رضا كامل عنها في المجتمع الإسرائيلي، لكن العناد اللي قائم في نتنياهو معتمد على بن غفير وعلى سموتريتش في أنه يستمروا في دعمه. أنا في اعتقادي هذا لن يستمر طويلا. حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة المتطرفة تهيمن على المشهد الإسرائيلي وسط ترقب للأدوات التي سيستخدمها نتنياهو للإبقاء على حكومته قائمة، متسلحا بأغلبية بسيطة ب64 نائبا في الكنيسة. لكن ما يقلق نتنياهو أن ينجح غانتس باستمالة بعضهم لإنهاء تلك الأغلبية. استقالات واحتجاجات ومطالبات دولية بوقف الحرب، ونتنياهو يواصل صم أذنيها، فمن ستكتب نهايته أولا، الحرب أم حكومة نتنياهو؟ ليالي عيد المملكة، القدس المحتلة. من الجليل ينضم إلينا المختص بالشأن الإسرائيلي السيد فايز عباس، أهلا ومرحبا بك معنا. سيد فايز، كيف يمكن قراءة هذه الاستقالات في السياقات والسيناريوهات الإسرائيلية لحكومة نتنياهو؟ والبعض تحدث بأن هذه الاستقالات تشكل فرصة واضحة لبن غفير وسموتريتش فيما يتعلق بمواصلة الحرب على قطاع غزة ومواصلة أيضا دعم نتنياهو، وبالتالي الآن نتحدث عن الجدوى من هذه الاستقالات فيما يتعلق بسياقات إما إيقاف الحرب أو حتى سقوط حكومة نتنياهو.
مساء الخير أستاذي الكريم. عملياً يعني هذه الاستقالات التي طبعاً كانت متوقعة باعتقادي لن تؤثر على حكومة إسرائيل وعلى الحرب في قطاع غزة. أولاً يعني وكأن هناك انطباع وكأن غانتس وأيزنكوت وخيلي تروبر كانوا يعارضون هذه الحرب، هذا غير صحيح وهذا كلام عار عن الصحة. هم كانوا شركاء في هذه الحرب ورفضوا وقف هذه الحرب إلا بالاتفاق للتوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين الإسرائيليين. عملياً غانتس يعني هو لا يختلف عن نتنياهو ولا عن بن غفير حتى في كل ما يتعلق في هذه الحرب على قطاع غزة، لكن الخلاف كان تكتيكياً، ماذا سنفعل مع المحتجزين؟ ماذا سيكون؟ كيف ستتصرف إسرائيل في اليوم التالي للحرب في قطاع غزة؟ ومثل هذه الأمور فقط، ولكن الخلاف لم يكن على الحرب على وإبادة أهالي غزة، هذا غير صحيح وغير دقيق. ومن يعتقد أن انسحاب غانتس كان على خلفية معارضته للحرب فهو طبعا باعتقادي لا يفهم بالسياسة الإسرائيلية بالمرة. هناك شرعية لبنيامين نتنياهو داخل الكنيست الإسرائيلي، الشارع الإسرائيلي يمكن أن يعاقب نتنياهو في يوم الانتخابات في شهر أكتوبر 26 وليس الآن. إذن ما الأثر الذي نتحدث عنه السيد فايز؟ نعم المواقف واضحة، والمواقف واضحة لغانتس في دعم الحرب ومن انسحبوا من الحكومة، ولكن الآن هل هناك أثر يذكر لهذا الانسحاب وهذه الاستقالة على حكومة نتنياهو، سواء كان داخليا فيما يتعلق بازدياد صورة نتنياهو لدى الشارع الإسرائيلي بأنه متمسك بمصالحه الشخصية، أو حتى على مستويات خارجية؟ يعني عمليا بالنسبة للداخل يعني هذا كل إسرائيلي يعرف ذلك، أن نتنياهو متمسك باهتماماته ومصالحه الشخصية. وعلى المستوى الدولي يعني لنكن صريحين، يعني غانتس عندما سافر إلى الولايات المتحدة نتنياهو طبعا ألغى عنه أي صفة رسمية كانت، يعني هو ذهب إلى واشنطن وكأنه أي مواطن عادي إسرائيلي، حتى أن السفارة الإسرائيلية لم تقم باستقباله لا في واشنطن ولا في لندن. وطبعا بيني غانتس لم يستطيع خلال الثمانية شهور الماضية التأثير على القرارات داخل كابينيت الحرب، من يقرر هو بنيامين نتنياهو. بالمناسبة يعني حتى الكابينيت المصغر الذي كان غانتس هو جزء منه كان يرفع توصيات فقط ولا يحق له اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بأي قرار يذكر في بالحرب على قطاع غزة. عمليا يعني غانتس وصل إلى القناعة أنه لم يعد مؤثر. بالمناسبة يعني أنا على قناعة أن استقالة غانتس لم تكن فقط على خلفية خلافه مع نتنياهو في كل ما يتعلق بصفقة إعادة المحتجزين. في الفترة الأخيرة غانتس فقد شعبيته بشكل يقلق غانتس بسبب عدم تأثيره على أي قرار يتخذ في مجلس الحرب. غانتس قبل شهر ونصف كان يحصل في استطلاعات الرأي على 41 مقعدا في الكنيست، في قبل أسبوع حصل على 25، أي أن الهبوط كان كبيرا جدا. لذلك يعني هو فهم غانتس وطبعا أعطى 3 أسابيع لنتنياهو ليستجيب لشروطه، لكن نتنياهو رد عليه خلال دقائق معدودة أنه لن يغير سياسته ولن يأخذ بعين الاعتبار ما يدعيه غانتس. لذلك غانتس رأى أنه من المناسب له أيضا وحساباته السياسية الشخصية الاستقالة من الحكومة. بالمناسبة يعني بعد أن أعلن بأنه سيستقيل طبعا يوم السبت وأجل ذلك، في آخر استطلاع للرأي
كان حصل بيني غانتس على 27 مقعدا، مع انه كان في الاسبوع قبل ذلك حصل على 25 مقعدا، اي ان انسحاب غانتس من الحكومه سيكون له تاثير على غانتس شخصيا، على حزب غانتس شخصيا. نعم. لذلك دعني انتقل معك الى المحور الاخر فيما يتعلق بزياره بلينكن الذي وصل الى دوله الاحتلال الاسرائيلي ويلتقي مع نتنياهو للتفاوض فيما يتعلق باخر المستجدات وما يحمله بلينكن في زيارته الشرق اوسطيه التي كان بداها في القاهره وجاء من القاهره. والان نتحدث عن هذا الاثر لما يحمله بلينكن وما يجري على الساحة السياسية الإسرائيلية من الاستقالات ومن غيرها أيضا من التصرفات، برأيك ما الجديد الذي يحمله بلينكن في هذه الزيارة وكيف سيؤثر بشكل أو بآخر أو يتأثر فيما ينقله نتنياهو عبر هذه المناقشات؟ أنا على قناعة أن زيارة بلينكن إلى المنطقة هو لمساعدة إسرائيل أو لإخراج إسرائيل من أزمتها. الأزمة التي نتحدث عنها هي داخل الحكومة الإسرائيلية الآن، يعني عمليا وبكل ما يتعلق بالصفقة، يعني هناك من يدعي أن هذا مقترح أمريكي، هذا ليس مقترحا أمريكيا وإنما إسرائيليا، ولو فقط الرئيس بايدن أعلن ذلك باسم إسرائيل. لذلك أعتقد أن نتنياهو تراجع قليلا بعد طبعا تهديد بن غفير وسموتريتش، وقال أنه لن يوقف هذه الحرب إلا في خلال المفاوضات التي ستستمر في المرحلة الأولى 6 أسابيع. بلينكن جاء إلى المنطقة الآن، وكما سمعنا يعني هو تحدث عن بأنهم ينتظرون قرار حماس بكل ما يتعلق بهذه الصفقة الجديدة. هو ادعى أن كافة يعني الدول في المنطقة وافقت على هذه الصفقة والآن بانتظار حماس، لكن هناك شيء آخر يعني ومهم للغاية، أن الولايات المتحدة الآن تفاوض حماس لإطلاق سراح 5 من المحتجزين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، هذا بعيدا عن باقي الأسرى الإسرائيليين. هذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، لكن له خطورة في إسرائيل. على يعني هذا طبعا هذا صحيح، وبلينكن أكد ذلك في القاهرة عندما سئل عن هذه القضية، وقال أنه كوزير للخارجية الأمريكي عليه أن يعمل على مساعدة أي إنسان أمريكي يحمل الجنسية الأمريكية في أماكن الصراع والحروب. نعم. أي أنه لم ينفي ذلك. هذا يعني أن الولايات المتحدة، هذا أكبر دليل على أن الإدارة الأمريكية لا تثق ببنيامين نتنياهو أنه سيذهب إلى الصفقة التي اقترحها هو بنيامين نتنياهو. لذلك هم يعملون الآن من أجل طبعا إطلاق سراح حاملي الجنسيات الأمريكية. هل سيؤثر هذا بشكل أو بآخر؟ يعني إذا ما تمت هذه الصفقة، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحماس مباشرة، وتم إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، هل سيؤثر على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بالصفقة ككل ما بين حماس وإسرائيل؟ آثار هذه الاتفاقية التي تتم إذا ما تمت، هل بلينكن يحاول اليوم التسويق لهذا الشيء من خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو؟ وتحديدا هناك تطور فيما يتعلق بالمقترح الأمريكي الذي سيطرح على مجلس الأمن وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية الدول بالتصويت عليه بشكل واضح. نعم هذا صحيح، يعني عمليا هذا سيكون له تأثير كبير على الموقف الإسرائيلي وعلى طبعا الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام. يعني عمليا هذه رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي أن الرئيس حكومتكم لا يريد تنفيذ هذه الصفقة، ونحن كولايات المتحدة
نريد أن نعمل على إطلاق سراح حملة الجنسيات الأمريكية. هذا يدل على عدم ثقة الإدارة الأمريكية ببنيامين نتنياهو، وسيكون يعني بلينكن سيلتقي نتنياهو، وباعتقادي سيتم بحث هذه القضية بشكل واسع. السؤال كيف سيكون موقف نتنياهو من هذه القضية الجديدة؟ باعتقادي أن نتنياهو لن يرفض هذه العملية. ما يهم نتنياهو الآن هو يستطيع أن يدعي أنه أعطى الضوء الأخضر للإدارة الأمريكية بالذهاب إلى هذه الصفقة مع مباشرة مع حماس لإطلاق سراح محتجزين هم أيضا من الإسرائيليين، لكن هذا سيكون له طبعا أبعاد على المجتمع الإسرائيلي، على عائلات باقي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين. نعم. هنا يعني هم سيصلون إلى القناعة أنه سيصابون عفوا باليأس من إمكانية إطلاق سراح طبعا أبنائهم من الأسر بصفقة كما يطالبون حتى الآن، ويرفضون عملية عسكرية مماثلة لما حدث يوم السبت. طبعا هذا أكبر دليل على عدم ثقة إدارة بايدن بنتنياهو بكل ما يتعلق بالصفقة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المشاركة من الجليل، المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس.